السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. في الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. فاجعة الزلزال اللي ضربت تركيا وسوريا يوم أسود ودامي لغة الأرقام تعكس حجم المأساة اللي حلت بالشعبين المتجاورين، ومع كل دقيقة تمر تنكشف المزيد من أوجه الحصيلة الثقيلة اللي خلفتها الكارثة الطبيعية. ورغم أن الضرر أصاب البلدين، إلا أن التعامل بإزدواجية مع هكذا ملفات حساسة كان حاضر عند المجتمع الدولي أيضا. هي فاجعة غير مسبوقة، رسمت مشاهد تراجيدية لوجع الإنسان وعجزه عندما تقول الطبيعة كلمتها. وحتى في هذه اللحظات الأليمة تمارس الإمبراطورية انتقائيتها وتقسيمها للتصنيف البشري، صنف يصلح الحياة وآخر عليه الفناء. صمم هذه المعادلة القاسية تقف سوريا مع قليل من أصدقائها في لملمة جراحاتها، وكأن العالم الخارجي يقول اللا عزاء لأهل الشام. ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة راح نتحدث عن الانفراجة بعد أزمة كانت على وشك أن تضرب اقتصاد البلد لولا تدخل سريع ومحكم نابع من تفكير وتخطيط يكاد أن يكون القرار الأوفر حظا بوضع الحد لتفشي هذه الأزمة كالنار في الهشيم، كما عبر عنها المراقبون. يوم أمس اتخذت الحكومة قرار بتخفيض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي على أن يتم الشروع بتنفيذه بدءا من اليوم. الدولار اللي اتخذته بعض الجهات كورقة ضغط على حكومة الخدمات لما رأت منها سرعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطن، فكانت ضربتها موجعة. فجاءت المعالجة في الوقت المناسب قبيل نفاذ صبر المواطن وتضرره من قبل المستفيدين من هذه الأزمة. إذن مشاهدي الأحبة، هذه الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة. تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعة. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وأرحب بضيفي الكريمين. ينضم معي عبر الهاتف الأستاذ عماد المسافر الباحث في الشأن السياسي، حياك الله أستاذ عماد. وكذلك عبر سكايب من سوريا ينضم معي السيد أنس الشامي المحلل السياسي، حياك الله أستاذ أنس. أبدأ مع حضرتك، يعني خالص العزاء والمواساة للشعب السوري الشقيق لما تعرض له من هذه الكارثة واللي خلفت مجموعة من الأزمات اللي يعاني منها المواطن السوري، والتكاتف اللي شفناه من أصدقاء سوريا. قبل أن نتحدث عن الكيل بمكيالين، كيف تنظر إلي هذا التجسير بين العراق وسوريا تحديدا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. اللهم آمين. أخي الكريم، مما لا شك فيه أن الإخوة الأشقاء في الجمهورية العراقية قد قدموا ووفوا كما يقال المساعدات التي وصلتنا من الإخوة العراقيين، تجسد التعاضد الأخوي وتجسد القربة الرحم الذي هو بيننا نحن كشعبين عربيين في منطقة واحدة وكجارين. نؤكد أن وقفة العراق إلى جانب أبناء الشعب السوري هي وقفة مشرفة، لها ما لها في نفوسنا، وقد جعلت منا بلسما يداوي الجراح. فأول الإغاثات التي وصلت إلينا هي من
العراق الشرقي ومن الحج الشعب العراقي، فهذا الأمر مما كان له أثر طيب على أبناء الشعب السوري ولا سيما المصابين والجرحى. هذا الأمر جعل فينا نخوة العروبة التي كنا دائما نتطلع إليها وننشدها. أجدد بك مرة، أجدد تحاوي حضرتك سعي هذا المسافر نتحدث عن المرجعية الدينية العليا عندما قدمت التعازي للجارتين تركيا وسوريا حكومة وشعبا، كان أول الداعمين لضحايا الزلزال على اختلاف الرقعة الجغرافية كان الشعب العراقي، وبأمر وطلب من المرجعية الدينية هذا التحفيز وشحذ الهمم، كيف تنظر إليه؟ أود حضرتك أستاذ أنس يعني تحدث عن المشاهد الدمار واللي خلف هذا الزلزال، لا زالت هنالك أعداد كبيرة رغم ارتفاع الحصيلة لأعداد الضحايا والمصابين، إلا أنه لا زال العدد الكبير تحت الأنقاض. على مستوى آخر أرجع لي الأستاذ عماد المسافر، أستاذ عماد تحدث عن دور المرجعية الدينية العليا في شحذ الهمم للشعب العراقي لتقديم هذه المساعدات والوقوف مع شعبي تركيا وسوريا. أعتذر من حضرتك أستاذ عماد ونأسف لعدم التواصل معك عبر الهاتف لحدوث خلل. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله أستاذ كامل. حياك الله، مرحبا بك. الشعب العراقي ليس بالغريب عليه أن يقف مع من يكون في موقف المساعدة ويبدي هذه المساعدة بكل ممنونية، والشواهد كثيرة اليوم وبأمر المرجعية الدينية العليا في النجف الأكبر كان هناك طلب وأمر من المرجعية بالوقوف قلبا وقالبا. وشوفنا الاستجابة السريعة، كيف تنقل هذه الاستجابات السريعة لضيفنا الكريم في يحدثنا من سوريا الأستاذ أنس الشامي كي نتبادل في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام وهذا البرنامج الطيب وجميع المشاهدين الأعزاء. بالحقيقة المواقف الإنسانية تنبري وتوضع على المحك حينما يتعرض إنسان إلى مظلومية، إلى ظلامة، إلى حادثة، إلى كارثة، إلى الزلازل. أحد الظواهر الطبيعية التي يجب أن نتضامن حينما تقع في أي مكان، يجب أن نتعاون، يجب أن نتساعد، يجب أن نقلل قدر الإمكان من تأثيرها. وهذه الصفة الإنسانية صفة معروفة بها الشعوب الطيبة عموما وليس فقط الشعب العراقي. الشعب العراقي شعب طيب وشعب كريم وشعب غيور، وأعتقد أن هذه الصفات الثلاثة الأساسية هي التي تجعله من أوائل المبادرين إلى الحضور في ساحة الميدان. الطائرات الجسر الجوي يعني طائرتين عراقيتين وصلتا في أول يعني الشحنات التي وصلت للإغاثة، شباب الحج الشعبي واصلوا حركتهم بسرعة وقدموا آليات وقدموا مواد إغاثية وسارعوا بالوصول إلى مناطق الكوارث. هذه الصورة صورة يعني تتكرر عند الشعب العراقي عند كل أزمة وعند كل يعني مصيبة لدى دول الجوار أو في المنطقة بشكل عام. هنالك صفة أساسية لهذا الشعب هي كرمه وشجاعته وغيرته وانطلاقته بسرعة بغض النظر عن العوامل السياسية. ربما بعض العوامل السياسية، بعض الأطراف، بعض الاتجاهات تفسر الكوارث بطريقة معينة، تطالب بمواقف معينة حسب، ولكن في الحقيقة البعد الإنساني يجب أن يكون حاضر وأن نكون مع أخينا الإنسان في أي مكان بغض النظر عن اتجاهاته. يعني لو فرضنا شخص مختلفين مع سياسيا، مختلفين مع مذهبيا، مختلفين مع دينيا، إذا انشهد يغرق هل من المعقول أن نتركه لأننا مختلفون معه؟ بالتأكيد هذا سلوك غير إنساني. ف هي هاي الهبة الحقيقية للشخصية العراقية، هي هاي الصورة الحقيقية للشخصية العراقية، أنه يساعد ويتقدم ويبادر، وخصوصا إذا كانت ضمن يعني الكوارث الإنسانية التي تستدعي المبادرة العاجلة. أضفنا إلى هذا أن المرجعية الدينية حثت على الوقوف والمساعدة،
القوى الرسمية للدولة العراقية، سواء رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الحشد الشعبي، كلها هيئات وزعماء الحالة السياسية العراقية كلهم أكدوا على أهمية المسارعة في تقديم الدعم. السيد العامري دعا إلى الهيئات المواكب الحسينية والمنظمات المجتمع المدني، فالصورة تعبر عن حقيقة إنسانية لدى الشعب العراقي، وهي عبارة عن ضرورة التعاضد والتعاون. أستاذ أنس، يعني حتى في هذه المحنة الإنسانية يشير ضيف الكريم الأستاذ كامل الكناني بأن المجتمعات الصديقة من مبدأ إنساني يكون هنالك تعاون وتخادم وتقديم المساعدة اللازمة خصوصا في هكذا كوارث، ولكن المستغرب إلى لا يزال المجتمع الدولي متمسك بأدبيات التعامل وفق المصالح الذاتية. أخي الكريم، علينا أن نميز أولا بين الانتماءات هذا الأمر جدا مهم. هذا الانتماء والشعور القومي العربي وهذا الشعور الأخوي الإسلامي هذا يعزز العلاقات ما بين الشعوب. نحن كأمة عربية ومسلمين عندنا مبادئ وضوابط رادعة تجعل منا أن نتمثل قول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن أبناء هذا الجسد، العراق الشقيق والأمة العربية والإخوة المسلمون، هذا جسدنا واحد، مما لا شك فيه عندما يصبح أي ضرر أو أي مرض في هذا الجسد يتداعى له سائر الأعضاء. الإخوة في العراق عندما هبوا سواء لطلب المرجعية الدينية أو لضمائرهم، هم مما لا شك فيه شعروا بإخوانهم كما نحن نشعر بإخواننا في العراق. نحن مررنا كما العراق الشقيق في أزمات وفي كوارث وفي حروب، لكن الغرب والإمبريالية العالمية الصهيونية التي تديرها أمريكا وإدارتها ومن دار في ملكها لا يعنيهم هذا الأمر أصلا. هؤلاء خلف ضمائرهم، هؤلاء فقدت إنسانيتهم. نحن نعلم يا أخي أن إنسان أخو الإنسان، سيدنا علي عليه السلام يقول الإنسان أخو الإنسان، أما أخ لك في الدين أو أخ لك في الخلق، وهذا الأمر نحن نتمثله في كل أنحاء المعمورة. إذا رأينا الإنسان يختلف عنه والمذهب وهو بعون، لا شك أن مذهب العون هو من كل عقيدتنا ومن كل ديننا، كيف لا؟ التي تراها اليوم وهذا التضامن الذي يجمعنا إنما يجسد حقيقة حريتنا وانتمائنا لهذا الدين العظيم. وعلينا أن نميز ما بين المصالح والمبادئ. السياسة تجمعها المصالح، بينما الإنسانية والدين والقومية تجمعها المبادئ، وهذا الذي يحركنا اتجاه بعضنا البعض وإن اختلفنا في المذاهب والانتماءات السياسية. أستاذ كامل، يعني الولايات المتحدة لكي تخرج من هذا المأزق قالت أنها راح تتعاون مع شركاء إنسانيين، وبين هلالين أنها لن تمر بدمشق، يعني عبارة بحاجة إلى تفكيك. أنا أعتقد أن هنالك حرج وهنالك تأثير يعني مضاد للسياسة الأمريكية. بدأت تتحدث العالم يتحدث عن أن العقوبات على سوريا الآن يجب أن ترفع ويجب أن تزال، والتقييدات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر وتضر على كل عمل إغاثي يساعد سوريا من خارجها، فبالتالي على أمريكا أن ترفع هذه العقوبات. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتشبث بالنصوص القانونية وتتذرع وتعلن أشياء غير حقيقية، تعلن أنها لا تمانع من وصول مساعدات، ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن إيصال مساعدات في ظل وجود قوانين منع حوالات مالية، منع وصول عملة صعبة، منع وصول
امدادات النفط والغاز. هذا الموانع التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة حصار حقيقي، هي سياسة قتل حقيقي، هي زلزال آخر يضرب سوريا بشكل مستمر. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تريد أن يعني تكشف للعالم حقيقتها البشعة، تزعم أنها سوف تساعد عن طريق غير النظام، سوف تساعد عن طريق مؤسسات مدنية أو غير ذلك، أو أنها لا تمانع. أنا أعتقد هذه عبارات كلها تحايل للتملص من الفضيحة الكبيرة والجريمة الكبيرة البشعة التي فرضتها على سوريا بالحصار، والتي يحتاجها الشعب السوري الآن في أشد ما يكون أن يرفع هذا الحصار وأن ترفع هذه العقوبات. لذا محاولات أمريكا لتحسين صورتها أو لإعطاء صورة أخرى غير الصورة البشعة والإجرامية التي تسببها بالحصار على شعوب ودول المنطقة هي محاولة للتملص من المسؤولية والتخلص من القباحة التي عرفها العالم عن العقوبات الأمريكية على شعوب المنطقة. أستاذ أنس، يشير ضيف الكريم الأستاذ الكناني إلى الحصار وآثاره المدمرة، بالتالي نتحدث عن المشهد في سوريا الذي بدأ أكثر ألما وأكثر مأساوية وسط هذه الكارثة الطبيعية، فهو يأتي مع شعب أنهكه الحصار، حكومته ليست باستطاعتها تقديم كل الإمكانات المتاحة، بالتالي من الذي يكون هو في مقدمة الأولويات حتى من الناحية الدولية نتحدث، وإلا من الناحية الجغرافية، العمق، عمق العلاقات، الصداقة والصلات المتبادلة بين الشعبين كانت حاضرة، مؤسسات الحشد الشعبي، كل المؤسسات العراقية، ولكن نتحدث من مسألة دولية، أين هذه الروابط الإنسانية؟ أخي الكريم، كما ذكر ضيفك وأؤكد مرة أخرى أن غطرسة الإمبريالية العالمية التي تتمثل في أمريكا ومن دار في فلكها لم يعد يخفى على أحد. هذه العقوبات علما، هذه العقوبات تطال الشعب، لا تطال الحكومات ولا تطال الأنظمة الحاكمة، هذا كلنا نعرفه، سواء التي اتخذت بحق الدولة السورية أو الدولة العراقية أو دول المنطقة. العقوبات تطال الشعوب، تنهك الشعوب. أنا أؤكد أن الشريك بالقتل الأبرياء في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي كل هذه المنطقة هي الإدارة الأمريكية ومن دار في فلكها ومن يؤيدها ومن يؤيدها من الدول. نحن اليوم نطالب بفك الحصار وإلغاء الحصار عن الشعب السوري. نحن جميعا نعلم أن جاءتنا شتوية قاسية جدا، وهناك برد قارس وشديد، هناك نقص في البترول، نقص في الغاز، نقص في كثير من الأدوات التي تساعد هذا المواطن على العيش الكريم. وجاءت اليوم كارثة الزلزال كشفت عورات هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الإنسان ويتبجحون بالإنسانية، هم بعيدون كل البعد عن الإنسانية. أخي الكريم، ما حك جلدك مثل ظفرك. نحن كأمة عربية ونحن كشعب واحد في هذه المنطقة علينا أن نتعاضد ونتكاتف مع بعضنا لنقف في وجه هذه الغطرسة الأمريكية. اليوم ما وجدناه كما ذكرت من لهفة إخواننا العراقيين وكذلك الكثير من الإخوة العرب الجزائريين والمصريين والإماراتيين. موقف مشرف. وهي 23 yaşındaki Remziye Sever 63 saatin ardından göçük altından çıkartılıyor. İlk yardım müdahalesi yapılıyor Remziye Hanım'a. نحن اليوم هناك مبادرات كبيرة انطلقت من الحشد الشعبي، من المؤسسات الدينية ومن غيرها اتجاه إخوانهم. هذا الأمر هو يجب أن نعزز وأن نتعاضد لتكثيفه، للضغط على الأنظمة السياسية الحاكمة لتوثيق هذه العلاقات ونجعلها عامة تصل إلى كل الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة. طيب أستاذ كامل، ما دام أن الوازع الذي يحرك الشعب العراقي هو التكليف الشرعي من جهة والدور الإنساني من جهة ثانية، طيب في قبالة ذلك نتحدث عن باقي الأطراف التي بقيت توجه الأنظار صوب جهة معينة دون أخرى، بالتالي نتحدث عن ما ممكن توفيره للشعب السوري بل
لسوريا عموما حكومة وشعبا على أقل تقدير يجب أن تكون هنالك مطالبة برفع الحظر الجوي المفروض على سوريا كي تستطيع هذه الدول من تقديم مساعداتها بشكل صحيح. أخي العزيز، هي جريمة في المنطقة جرت بشكل كبير وبشكل مركز لمحاصرة سوريا وإسقاط نظامها، ومارست الدول العربية مع الأسف خصوصا في دول الخليج الفارسي تدخل كبير وأنفقت المليارات بل مئات المليارات من أجل إسقاط النظام وتغييره، وكان جزء من العملية المحاصرة السياسية والمحاصرة الاقتصادية التي نفذتها وطلبتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر قرار قانون قيصر وغيره، ومنعت يعني سوريا من التواصل مع أشقائها ومنعت الكثير من فرص المساعدات، حتى الجمهورية الإسلامية حاولت أن تساعد بالنفط والغاز وغيره، ولكن الموانع الأمريكية كانت تعرقل الكثير من الجهود، بعضها وصل ولكن الكثير كانت تعرقل الكثير من الجهود. فالأصل هو جريمة دول المنطقة، هو الأصل جريمة السعودية وقطر والإمارات وغيرها الذين أنفقوا مئات المليارات لدعم الإرهابيين، الآن لا يستطيعون أن يقدموا ملايين الدولارات لإغاثة الناس، لإغاثة المواطنين، لإغاثة الناس المتضررين من الزلزال. هذا المعنى الحقيقي للواقعة، يكشف كم هذه الأنظمة يعني تملك عقدة حقارة أزاء الأنظمة الثورية والأنظمة الوطنية التي تقاوم الاحتلال وترفض الهيمنة الأمريكية وترفض الاعتراف والتطبيع مع الكيان الصهيوني. لهذا السبب حوصرت سوريا وحوصر العراق ويحارب اليمن الآن ويحارب لبنان الآن، لأنهم لا ينخرطون في مسيرة التطبيع الصهيونية. فالمؤامرة هي بالأصل هي مؤامرة عربية، تأتي الكوارث الطبيعية والأحداث الطبيعية لتعمق الجرح وتزيد الألم وتكثر المصائب على هذا الشعب الصابر الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه بأسرع ما يمكن وبأحسن ما يمكن. هذه حالات تثير الألم، ولكن يعني الأدوات محدودة، الإمكانات محدودة. بالتأكيد الشعب العراقي والشعب الإيراني والشعب الجزائري ساهموا بشكل واضح في إيصال مساعدات، ولكن تبقى الحاجة أكبر بكثير من هذه المساعدات. طيب، نتحدث أيضا عن الوضع والواقع التركي أستاذ أنس الشامي، باعتبار أن الكارثة واحدة، وبالتالي حتى من الشعب السوري الكثير من الذين نزحوهم متواجدين في تركيا، ولكن في هذه الكوارث لا نحدث هناك تفرقة، هذا شعب سوري وهذا شعب تركي، فالوقوف بجانب الجيران هذا واجب شرعي وأخلاقي ووطني. كيف تنظر إلى التماهي في هاتين الدولتين من حدوث هذه هكذا كارثة؟ سيدي الكريم، حديث الحق عز وجل الخلق عيال الله. نعم، الخلق أي كل من سوى الله عز وجل، الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله. فحينما تقع هكذا كوارث ينهض الإنسان من داخله، من ضميره، من وجدانه بنجدة إخوانه بالإنسانية وفي الدين وفي القومية. اليوم ما حصل في سوريا والعراق وتركيا إنما هم إنسانيون، هم إخواننا، هم أهلنا. بل أنا أريد أن أؤكد أن الكثير ممن قضى في الزلزال الأخير في تركيا هم من أبناء الشعب السوري ومن أبناء حلب تحديدا، هذه المدينة التي لي شرف تمثيلها في البرلمان ولي شرف أن أكون أحد أبنائها. نعم أخي الكريم، عندما تقع الكوارث ويكون هناك حزن لا يحتاج إلى دعوة، تهب ضمائر الناس في السعي إلى خدمة بعضها البعض، بينما في الأفراح قد تكون هناك دعوات موجهة، لكن الأحزان تجمع كما يقال. في الحزن دائما نجتمع وتتآلف القلوب، نتعالى على الجراح، نتعالى على الضغينة. هكذا هو شأن المؤمنين الحق، هكذا شأن الإنسانيين. ربنا عز وجل ويقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، من حقد، من حسد. لكن للأسف بعض الدول وبعض الأنظمة السياسية قد غلغل الحسد في صدورهم. هذه المواقف التي نراها من الغرب ومن أمريكا اتجاه ما يجري، وهذا الكيد بمكيالين. يعني نحن اليوم وجدنا بعض الدول ومنها عربية للأسف الشديد قد همت بإرسال معونات إلى تركيا، هذا الشعب المسلم الجار، لكن من أجل المواقف السياسية تمنعت أن إرسال أي معونات إلى الشعب العربي السوري،
تحت حجة النظام الرسمي السوري. وللأسف هذا الأمر يجعل في نفوسنا حزن عميق لأن هؤلاء قد سقط القناع عن وجوههم العفنة، وعليهم أن يعيدوا حساباتهم، لأننا ندرك أن الله عز وجل المنتقم الجبار. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أنس الشامي المحلل السياسي، حدثنا عبر سكايب من سوريا، وتتفضل البقاء معي الأستاذ كامل كيلاني كي نتابع في الملف الآخر. الدولار كان طعن في خاسرة الحكومة الحالية من قبل أمريكا اللي أرادت أن تنهي المباراة الحاسمة بطرح الحكومة العراقية أرضا، لكن بقرارات حكومية صارمة انتهت بتحطيم الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، رفع البطاقة الحمراء في وجهها وتتصدر العملة العراقية بوجه الدولار. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نتابع التقرير اللي أعدته أن الزميلة نهى الشمري. ارتفاع الدولار التي ضيقت الخناق على الاقتصاد المحلي يقطعها سيف القرارات الحكومية التي أطاحت بالعملة الأجنبية، فبعد ارتفاع مقيت تخبطت على إثره الأسواق، والمواطنون في ذهول خوفا من قادم الأزمات التي تكلم عنها الخبراء بأنها مفتعلة. ارتطمت اليوم بانهيار الدولار أمام قوة الدينار العراقي بعد القرار الحكومي لخلاص البلد من قيوده. الزلازل لم تقف عند أراضي تركيا فحسب، بل امتدت إلى العملة الأجنبية في العراق لتدمر ما بني من آمال بافتعال الأزمات التي أرادت الالتفاف على حكومة الخدمات وتضع في طريقها القيود حين ابتدأت بتنفيذ برنامجها الحكومي. لكن القرار الأخير سرعان ما عالج الأزمة ليكون باكورة المرحلة الإصلاحية لاقتصاد البلد. بالإجراءات الحكومية الساعية لتخفيف كاهل المواطن التي رحب بها الشارع العراقي ورفضها التجار الجشعون والمضاربون في الأسواق المحلية، يعدها المراقبون خطوة جريئة وشجاعة تصب في مصلحة الطبقات الفقيرة وإعادة التوازن لاقتصاد البلد بعدما قصم ظهره ارتفاع الدولار وما أدى بعده لارتفاع أسعار السلع. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيف الكريم الأستاذ كامل الكناني. حياك الله، مرحبا بك. حياكم الله أستاذ كامل، وأرحب بضيف الكريم في الأستوديو الدكتور مهند العماري الخبير الاقتصادي. حياكم الله دكتور ضيفا كريما. أبدأ مع حضرتك أستاذ كامل، نتحدث عن هذه الإجراءات الحكومية، عدة إجراءات وحزمة إجراءات لربما كانت كفيلة بتحسين الواقع الاقتصادي، ولكن ما قررت الحكومة بتأييد قرار البنك المركزي كان الهدف المنشود والأثر الملموس في خفض قيمة الدولار تجاه الدينار العراقي، ووعدت أيضا بحزمة إجراءات جديدة. كيف تنظر إلى هذا الإجراء السريع؟ حياك الله وحيا ضيفك الكريم. بالحقيقة إجراءات الحكومة إجراءات جيدة حاسمة وسريعة، وبحاجة إلى أن تكون شاملة. الشاملة يعني أن تعضد الاقتصاد العراقي بمنابع عملات صعبة من مصادر أخرى غير النفط، حتى تتنوع السلة العراقية بمصادر أموالها وتستطيع أن تقاوم الحاجة الحقيقية للدولار. الدولار مثل أي بضاعة بالعالم ترتفع سعرها وتنخفض بناء على عملية العرض والطلب. إذا استمرت الحكومة في دعم أكبر ما يمكن من العرض راح تستطيع أن تحافظ على سعر الدولار منخفض في مواجهة بعض الذين يستفيدون من ارتفاع سعر الدولار. العملية بحاجة إلى إجراءات أخرى، بحاجة إلى إجراءات تكميلية، مثلا تسهيل إجراءات الحصول على الدولار، عدم التشديد على بعض المفاصل التي تعيق عملية استلام الدولار من قبل التجار من قبل المواطنين، تخفيف الشروط. مثلا كانت هنالك إجازة، ألغيت الإجازة، بعض الضوابط الجمركية، بعض المشاكل التي تعرقل عملية التداول التجاري والعملة لاستلام العملة الصعبة. كل ما تتخفف الإجراءات التي توصل العملة الصعبة بالسعر الرسمي للمواطن، كل ما يستطيع الاقتصاد العراقي أن يعتمد على نفسه وينهض في مواجهة التحديات التي تريد أن يعني تثبط مشاريع الحكومة باتجاه مساعدة الفقراء. الحفاظ على السلة الغذائية باستمرار، إدامة دعمها راح تحمي الأسعار أو أسعار المواد الغذائية
من تذبذبات سعر الدولار، هذا أيضا مهم جدا، عامل إضافي. أنا أعتقد بعض النقاط مهمة أيضا، هنالك متابعة تفصيلية للمواطنين، للمشترين، للصيرفات الصغيرة. أنا أعتقد هذه ورقة شجرة، ليس صحيح أن تركز الحكومة على المفاصل النهائية. أصل عملية تمويل الدولار وإيصاله إلى التاجر وإيصاله إلى المواطن هو الذي يؤدي إلى انخفاض السعر، وليس متابعة التفاصيل الصغيرة. هذا رايح يصرف فد كم دولار لازمي، هذا بايع فد كم دولار لازمي. هذه الحلقة الأخيرة ليست هي الحلقة الأساسية في عملية ارتفاع قيمة الدولار والسيطرة على أسعاره. إجراءات حكومية دكتور مهند كانت متماهية ومتساوقة مع إجراءات البنك المركزي، اللي لطالما خبراء اقتصاديون نوهوا بأن هنالك حاجة ضرورية إلى إعادة النظر في النظام المصرفي، في النظام المالي، في النظام الاقتصادي بصورة عامة. ولكن هل أن هذه الأزمة عندما كانت ضاغطة هي التي كانت المحرك الرئيس وراء اتخاذ هكذا إجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي؟ تحية لكم وتحية لجميع أهلي في العراق من مشاهدي قناتكم وللعراقيين من زاخو إلى البصرة، وتحيتي إلى أخي الكبير وزميل وضيفكم الكريم أستاذ إبراهيم. حياك الله أستاذ مهند، مرحبا بك. أنا أريد أن أن أصف هذا القرار بالقرار الرائع والشجاع والوطني. وكل وطني، نحن لا ننظر إلى من قال وننظر إلى ما قال، بغض النظر سواء كنا نتفق أم نختلف في الإدارة الشؤون الدولة، لكن هذا القرار كان قرار رائع، قرار شجاع، قرار منصف جدا، قرار محى الصفحة السوداء اللي سنتها الحكومة السابقة برفع سعر الدولار، كان من أسوأ القرارات التي اتخذت من عام 2003 لحد عام 2020، هو قرار رفع سعر صرف الدولار الذي لم يحقق أي فائدة. القرارات أستاذي الفاضل هي سياسة، عندنا قرارات سياسة نقدية وسياسة مالية. احنا اتخذنا قرار سياسة نقدية، لم نتخذ قرار سياسة مالية. من رفعنا سعر صرف الدولار كان المفروض، من المفروض انه رغم انه هذا القرار كان خاطئ 100%، ونوهنا عليه كثيرا من منصتكم ومن باقي القنوات، ومنذ 3 سنوات نحن نقول هذا القرار خاطئ، واليوم اعترف الجميع بما فيهم مستشار وزير المالية السابق، رئيس الوزراء السابق والحالي أستاذ مظهر محمد صالح، أنه كان قرار خاطئ. رفعنا سعر المواد الغذائية 23%، لأن إحنا رفعنا السعر من 118 إلى 147 بحوالي 23%، يعني رفعنا كل المواد الغذائية 23%، هذا الشيء ثابت. لم تعود اللي كسبناه من رفع سعر صرف الدولار لم يحقق شيء، لم يعود بالنفع على المواطن. ازداد معدل الدين العام من 50 تريليون إلى 73 تريليون. إذا فشلت هذه وكان قرار سيء، اليوم نستبشر خيرا. لكن القرار اللي اتخذ بخفض العملة يحتاج بعد إضافات عليه. الآفة الرئيسية اللي عندنا في العراق هي عملية تهريب العملة. السيد دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشاع السوداني، هذا الرجل الشجاع، شجاع بهذا القرار، أثبت أنه شجاع، وتحية له على هذا القرار لأنه صحح المسار الأسود وما جاءت به الورقة السوداء وليست البيضاء. زين، يعني إصلاحات الورقة السوداء أنا أسميها. اليوم رجع ما يقارب قيمة 17%، سوى تخفيض بالمواد الغذائية، هذا أول تخفيض جناه المواطن من خلال. لكن ايش نحتاج؟ نحتاج حزمة الإصلاحات بمنع تهريب الدولار، وعند السيطرة على عملية الاستيراد والتصدير والضرب على يد المتلاعبين والفاسدين في عملية بيع الدولار وشراءه وتهريبه، هنا راح نبدي بشكل سياسة نقدية حقيقية وصحيحة. ومن ثم الخطوة المهمة جدا عملية التحول الرقمي في عملية تحويل الدولار وعملية التحويلات الخارجية، وحتى في التعاملات الداخلية عندها ايش راح تكون؟ راح تكون عندنا منظومة متكاملة. أما إكذوبة الذي مررها علينا الحكومة السابقة أنه الأمور مو بدينا والبنك الفيدرالي، ليس لأحد علاقة بسعر الصرف. ما هو مطلوب هو عدم وجود غسيل أموال وعدم وجود تهريب عملة وعدم دعم خروج الدولار إلى منظمات إرهابية وغيرها. هذا ما يؤكد عليه
السياسة النقدية الدولية، أما الأمور الداخلية كانت بأيدينا، استطعنا اليوم أنه نحقق إنجاز كبير وعودة طيب الأمور طيب. إلى نصابها الصحيح، نحتاج بعد عمل. رأي حضرتك أستاذ كامل ما يتفضل به الدكتور مهند العماري، بالإضافة إلى أن عمر الحكومة أتمت 100 يوم وأصبح عرفا سياسيا في العراق أن تمنح كل حكومة 100 يوم ليثمن ويقيم أداءها. هسه هذه الحكومة لربما في هذا الإجراء نستطيع أن نقول بأنها قد خرجت من عنق الزجاجة؟ يعني كما أشار الدكتور مهند، أحييه وأبارك له يعني هذا التقييم الدقيق لهذه العملية، هنالك خطوات إضافية تحتاجها هذه الخطوة حتى تكتمل. تحديد سعر صرف خطوة أولى، الحاجة الأخرى متابعة وصول الدولار لمحتاجيه. أحسنتم أستاذ مهند، عبر عنها أن يعني منع التهريب. هو بالأصل هو ماكو تهريب من الناحية الواقعية، هو أي دولار يخرج هو تأتي بضاعة مكانه، لا يوجد أحد يأخذ دولارا بلا ثمن، ولا يوجد أحد يعطي دولاره بدون مقابل. أي دولار يخرج هو عملية بيع وشراء، هسه سواء راح لإيران أو للهند أو الباكستان أو تركيا أو أي مكان. فمن الناحية الواقعية هو الموضوع ليس تهريب، الموضوع وصول عملة صعبة إلى مصادر تجارية تشتري بها. أمريكا تقول ما أريد المال يروح لإيران، ما أريد المال يروح لبنان، ما أريد المال يروح الروسي البيلاروسي، مسوية في 8 دول مطيتها منع، وهذا بالحقيقة ذريعة. هذه يعني من الناحية الواقعية من السياسة الاقتصادية هي ليست، لا توجد عملية تهريب عملة، يعني لا يوجد أحد يأخذ دولار ويرميه في تركيا أو في إيران أو يعطيه لأي واحد. يعني الذي يأخذ الدولار يأتي مكانه ببضائع، وهي تجارة عالمية موجودة لا تحدها حدود ولا تمنعها قرارات. الجنبة الثانية جنبة إدامة دعم استقرار سعر الصرف يعتمد على تعاون المواطن مع الدولة، تعاون الدوائر المالية في تيسير حصول الإنسان المحتاج للدولار إلى الدولار. إذا تم تغطية حاجة الإنسان، إذا تم تغطية حاجة التاجر، تم تغطية حاجة المسافر المريض الذي يريد أن يذهب للخارج وغيره، لا يوجد طلب كثير على الدولار أكثر مما تعرضه الدولة. الدولة الآن تعرض البارحة بحدود 90 مليون دولار. هذا الرقم إذا كف الحاجة المحلية سوف لن يكون هنالك طلب زائد على الدولار، إذا لم يكن هنالك طلب زائد لن يكون هنالك ارتفاع في أسعاره. كما قلت في بداية الحلقة أن الدولار يخضع للعرض والطلب كأي بضاعة، إذن على الدولة المراقبة والمتابعة ومنع تأثير تذبذب قيمة الدولار على المواد الغذائية من خلال دعم السلة الغذائية. أنا أعتقد هذا الطريق هو الطريق الأسلم. وكما تفضل دكتور مهند، موضوع الأتمتة وموضوع تحويل المعاملات إلى معاملات يعني إلكترونية، تخليص كل معاملة من الإجراءات الزائدة، توجد عملية تعقيد في اتخاذ الإجراءات. يعني أي عملية بسيطة تروح تسويها أنت مع الدولة، أي معاملة تريد تجريها تحتاج إلى 7-8 تواقيع، 10 تواقيع، 10 مراجعات، 20، هذن كلهن يستهلكن جهد، يستهلكن وقت، ويستهلكن مال. أنت كل ما تزيد عدد الخطوات تزيد الفساد، تزيد فرص الرشوة، وتزيد الوقت المهدور لإجراء أي معاملة. أما تبسيط الإجراءات بمقدار ما تستطيع من تبسيط الإجراءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذا أنا الأيام أبرز الحكومة تابعها. وهذا قرار شجاع اللي أشار الأستاذ مهند، هو قرار شجاع وفيه روح أبوية. الدولة الحكومة إذا تريد تستفيد بالدينار العراقي ترفع قيمة الدولار حتى تزيد وارداتها من الدينار العراقي، ولكن بقرارها هذا بخفض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هي راح تدفع ثمن هذا الفارق بالسعر من أجل مصلحة مواطنها. فهذا تصرف أبوي، تصرف رعوي، تصرف يدل على روح إنسانية للحكومة تنظر لمواطنيها، مو تتعامل مع مواطنيها كتاجر مثل ما عملت حكومة الكاظمي وزيدت وارداتها الدينارية وبعدين الدنانير كلنا نهبن لا نزلا للمواطن ولا وصلا للمواد الغذائية ولا تحقق أي غرض كما تفضل الأستاذ مهند. إذن نحن بحاجة إلى إدامة هذه القرارات، الاستمرار بها، متابعتها، وتبسيط الإجراءات للوصول إلى عملية تيسير التداول والتعامل مع العملة الصعبة حتى لا يتعقد طلبها ولا يزداد الطلب عليها ولا يرتفع سعرها بالتالي. أكو فد قضية لا زالت غامضة يسأل عنها المواطنين دكتور مهند، نتحدث عن تحديد السعر لصرف الدولار من قبل البنك المركزي 130 131 132 إلى أن يصل إلى
الحلقة الأخيرة هو المستهلك، ولكن واقع السوق العراقي لا زال الدولار يعني يسجل ارتفاع أكثر من هذا السعر المحدد، نتحدث عن 45 و47. شنو هاي المفارقة؟ هل هي مغالطة؟ هل هو مرحلة انتقالية؟ أستاذنا الحبيب، أنا أريد أن أتداخل مع مداخلة رائعة. تفضل. لزميلي وأخي الكبير، تكلم عن عدم وجود تهريب، أنه فعلا هو لا تهريب موجود بس بطريقة رسمية روتينية. شنو هي؟ أنه بالاعتماد على الفواتير، يعني أنا اليوم أريد أروح أنه أشتري أضخم الفواتير. هاي عملية تضخيم الفواتير وتهريب العملة ليست في العراق، يعني أنا اليوم من مطلع على الجزائر، الجزائر 10 مليار دولار سنويا تهرب، يعني في آخر 10 سنوات 100 مليار دولار. شلون تصير؟ تصير مثلا أنا أريد أن أستارد، أما أجيب فواتير مزورة، وطبعا هاي مثبتة وشار لها السيد دولة رئيس الوزراء اللي عنده إلمام كبير جدا بهذا الملف، وهو متابع جيد لأغلب البرامج الاقتصادية والمقترحات اللي نقدمها. فعملية تهريب الدولار وتضخيمه هي موجودة 100%. بالمناسبة يحركون الشارع باتجاه معين، أنه إيران والتهريب لإيران. أولاً إحنا أصلاً عندنا سماح من أمريكا أن نتعامل مادياً مع إيران، تدرون إحنا نستورد من عندها غاز. الدولار أكثر تهريبة إلى إيران، تركيا، إلى مصر وإلى دبي. طبعاً هسه يتفاجئ البقية، أنا رجل أتكلم بمهنية واستقلالية، لا يحركني شارع ولا تحركني جهة معينة. فلذلك عملية غسيل الأموال والأموال المسروقة يتم غسلها بهذه الطريقة، وعملية تهريبها خارج العراق بفواتير مزورة. يعني مثلا أنا أستارد 100 طن، أنا أخذ دولار لألف طن، أم أدخل 100 طن وقسم وهمية وغيرها. هاي الراد مراجعة وتدقيق مع من؟ مع الجمارك. أستاذ مهند لو تسمح لي، يعني فضل أستاذ كامل، وين عملية التهريب؟ أستاذ كامل أنا راح أشير لك الدولار اللي أطلعه أخذه من البنك وأخذه بجيبي. أستاذ كامل أنت هنا أكو جزئية، كلامك جدا سليم، انت من يعني من نظر من وجهه النظر مالتك ومن الزاويه اللي تشوف انت بيها القضيه. بجزئيه راح اثبت لك اياها استاذ كامل، اكو عندنا مال مسروق، يعني انت تدري بسرقه القرن والفضائح مالت الحكومه السابقه اللي كانت الأسوأ، باقولها ولا اخشى شيئا، كانت الأسوأ على مدار كل الحكومات اللي تعاقبت علينا. نعم. الحكومة لأنه انتقمت من الفقير، انتقمت من شعبها. أول مرة أشوف حكومة تنتقم من شعبها. المهم أرجع أستاذ كامل، شنو اللي دي يصير؟ هاي الأموال اللي دي تسرق شون دي تهرب؟ تهرب عن طريق دولار وعن طريق مزاد العملة بعملية غسلها وشراء دولار وتهريبه على شكل فواتير. يعني الكاميرا اللي قدامي هذه سعرها 100,000 دولار، أنا أتفق ويا قناة الأيام حاشاها أنه أقولهم هذه سجلوها 1,000,000 دولار، وأحول أنا 1,000,000 دولار خارج العراق للشركة اللي أنا جبت للشخص اللي جهزني بهاي الكاميرا. بهالحالة شراح يتطلع العملة أكثر من قيمة المستورد، ولو سوينا تطابق وتقاطع بالفواتير اللي إحنا موردين بها مع الجمارك ومع هيئة المنافذ راح نلقى الفارق كان جدا كبير. طبعا هسه قل الناس تحكي على الحكومة الحالية، لا، كانت تهريب والغسيل الأموال وتهريب العملة في زمن الحكومة السابقة 3 أضعاف ما موجود. والدليل أشار رئيس الوزراء دكتور مهند إلى أن قضية نافذة بيع العملة هي نقطة سوداء في يعني مسار الاقتصاد العراقي. كلام جدا سليم. نرجع إلى موضوعة هذه الفروقات. نعم هسه خلينا نرجع الفروقات. نعم مباشرة لم يبقى لدي الكثير من الوقت. أستاذنا الحبيب، الفروقات أولا، إحنا مثل ما تفضل زميلي ليس في بلد عندنا اختصار، وليس في بلد أتمتة وتحول رقمي وتكون سريع، عندنا تجار وعندنا مافيات تتداول بهذا الشكل. فمو من السهولة أن أقدر أنا أنزل بلا الدولار من 173 إلى 130 بغضون يومين. ليش؟ أكو عندي عقبات بالسوق الاقتصاد، أكو عندي مشكلة، أنا اليوم من نزلت على 130 هم لازم أراقب عملية البيع وأن يصل مثل ما تفضل زميلي إلى التاجر الحقيقي وإلى الصناع الحقيقي وإلى الزراع الحقيقي في سبيل أن أحافظ على سعره. لذلك هذه بعد المافيات المتلاعبين بالأسعار، المتنفذين، بعض الناس اللي موجودين في الحكومة حاليا والمتنفذين هم أصلا من يضاربون بالعملة ومن يعملون غسيل أموال. أعداء الفضائح اللي جاي يعتقلونهم وفلان وفلان ويلجن ويروح، من هم ذولا؟ مو أشخاص عاديين،
صح سياسيين ومحميين وعندهم جهات هذا، فلذلك عملية النزول بالسرعة القصوى لا راح يكون النزول تدريجي. بالمناسبة هو عملية النزول التدريجي هم سليم وصحيح، للنزول القوي فجأة واحدة هو مرغوب به، ولا الصعود مثل ما سووا في حكومة الكاظمي اللي دمرت الدنيا في قرارها وفي صعودها. لذلك أنا أشوفه بدأ ينزل بشكل سليم، نحتاج الإجراءات، نحتاج إعطاء التحويلات والضمانات للتجار الحقيقيين وللمستثمرين الحقيقيين، والعمل على تشجيع الصناعة والزراعة وتقليل من كمية الدولار الخارج. دكتور، خلال سنة برسم سياسة اقتصادية من مختصين نستطيع أن نجعل المئة دولار بمئة ألف دينار، وأنا مسؤول أمام قناتكم وأمام الجميع. هدف سامي جدا. الدكتور مهند العماري خبير اقتصادي أثريت الحوار، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا وشكرا موفور لجنابك الأستاذ كامل الكناني الكاتب والصحفي أثريت الحوار في ملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.